حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الحوثيون يفخخون الجسور استعدادا لمعركة الحديدة. مدارس صنعاء بلا معلمين مع بدء الفصل الدراسي الثاني. وصحيفة بريطانية: الأطراف اليمنية تستعد للموافقة على شروط اتفاق لتبادل الأسرى. أهلا بكم. في الشاشات يتحدثون عن السلام وفي الواقع يفعلون خلاف ذلك، وتعنون صحيفة الأيام تفخيخ عشرات الجسور استعدادا لمعركة بالحديدة، حيث أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة أن جماعة الحوثي فخخت عشرات الجسور وعبارات المياه في شبكة الطرق الرابطة بين الحديدة وعدد من المحافظات المجاورة عبر ثمان مديريات تابعة للحديدة. ونشر الحوثيون ألغاما مزودة بصواعق متفجرة عن بعد في الجسور والعبارات أسفل الجسور والعبارات بعد عمل حفريات على الطرق الرابطة بين الحديدة ومحافظات صنعاء وحجة وذمار والمحويت وإيب وتعز وريمة. كما ربط الحوثيون الألغام بشبكة متصلة بحيث يكون التفجير بشكل متزامن وفي وقت واحد، ونشروا العبوات المفخخة على مسافة طويلة موزعة في مناطق ووديان نخلة وزبيد ورماع ووديان والعقوم ورمانة وأودية أخرى. وأكدت المصادر أن الحوثيين فخخوا الخط المحاذي لوادي سهام شمال مدينة الحديدة في المنطقة الممتدة من مديرية المراوعة إلى المدينة. هذه اللوحة الضخمة الموجودة جوار جامعة صنعاء والتي تحمل مئات الصور ليست للخريجين بل لطلاب دفعتهم الميليشيا إلى الموت ثم علقت صورهم، ويعنون موقع عدن الغد: صور مئات من الجامعيين على أسوار جامعة صنعاء سقطوا قتلى في صف الميليشيات. وقال الموقع: المؤلم في تلك الصور أنها لطلاب جامعيين تركوا أو توقفوا عن الدراسة وانضموا للقتال في صفوف الميليشيات ليسقطوا قتلى في سبيل الخرافة. يقول أحد الطلاب الجامعيين معلقا حول ما رأى: لو دققت النظر وتفحصت الصورة لوجدت أنها وللأسف الشديد لقتلى جامعيين غررت بهم الميليشيات الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال ليعودوا صورا على هذه الأسوار. ويضيف: تألمت لهذا المشهد وتحسرت كثيرا وقلت: ألم يكن من الأفضل لنا كيمنيين أن نرى هؤلاء غدا وقد تخرج منهم الطبيب والمهندس والإعلامي والمحاسب والحقوقي والاقتصادي والتربوي يتابع، لكننا نراهم صورا بلا روح تعلق في الجدران زهقت أرواحهم هدرا في سبيل مشروع كهنوتي سلالي دمر اليمن. التحدي الصفري بين النظام العربي والمواطن العربي. تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله في القدس العربية: لن تستطيع الأنظمة العربية مهما بالغت في العنف والقمع من منع التغييرات الكبرى التي تعصف بإقليمنا، فتغيير الذي بدأ عام 2011 لا يمكن إيقاف زحفه لأنه أصاب العقول كما والقلوب قبل أن يصيب الأنظمة الشديدة المركزية والمفرغة من المؤسسات. لقد تحول التغير الذي ولد مع 2011 بفضل القمع الشديد لحالة حرب استنزاف مفتوحة بين الكثير من الأنظمة غير المسائلة وبين مجتمع المواطنين الحالمين بالمشاركة والتنمية والعدالة والحقوق. كل الذي تستطيع الأنظمة أن تفعله ضد الطوفان القادم هو كسب الوقت. كان من الأفضل منذ البداية أن تتأقلم الأنظمة مع التغيير وتطور واقعها وتغير سياساتها العنيفة بأخرى إنسانية. إن جوهر التغير الذي ضرب العالم العربي وأثر به منذ 2011 يتلخص بالتالي: يطمح كل عربي من المحيط للخليج بحياة كريمة في ظل دولة قانون تؤمن بالمساواة الحقوقية بين الناس. كل عربي يحلم بعدالة وبحريات وبحقوق ثابتة لا تتغير وفق الهوى السياسي، وكل عربي يحلم بحكومة مساءلة قادرة على القيام بأعباء وطنه، كما أن كل عربي يحلم بدولة لا ينخرها الفساد ولا تحكم بالقبضة الأمنية وبوسائل التعذيب وامتهان الإنسان. وفي ظل غياب المعادلة العادلة سيزداد انهيار البيت العربي بينما يصبح دور الخارج أكثر فاعلية. ففي كل النزاعات تبرز ظاهرة متكررة مفادها أن غياب العدالة في ظل القمع يؤدي لضعف الدولة وتفككها ولارتفاع دور الخارج بنفس الوقت.
موقع مأرب بريس تحدث عن العملية التعليمية الأكثر تضرراً منذ سيطرة الميليشيا على صنعاء، وعنون الموقع مدارس صنعاء بلا معلمين مع بدء الفصل الدراسي الثاني. وفقاً لمأرب بريس، فقد بدأ الطلاب بالتوافد إلى مدارسهم الواقعة في المناطق والمدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين مع بدء الفصل الدراسي الثاني ليجدوا أنفسهم بلا معلمين. قال رضوان حسن وهو معلم في إحدى المدارس الحكومية إن النصف الثاني من العام الدراسي بدأ فيما المعلمون لم يستلموا مستحقاتهم ويعانون من أوضاع معيشية صعبة، والكثير منهم لا يملكون أجرة المواصلات للذهاب إلى المدارس. وكانت منظمة اليونيسف قد أعلنت سابقا عن نيتها صرف حوافز مالية للمعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أنها لم تصرف حتى اليوم. سلطت صحيفة أمريكية الضوء على طالبة يمنية في مجال برمجة الحاسوب في الولايات المتحدة الأمريكية فرت من بلادها بسبب الحرب. وقالت صحيفة فرونسو بي الأمريكية عبر مقال للكاتبة كارمن جورج إن أمل قاسم تعرض تطبيقا متعلقا بالرياضيات على هاتفها قامت هي ببرمجته، ومن ثم تعرض على الكمبيوتر الأكواد التي تم التطبيق من خلالها، وهي عبارة عن تسلسل من البيانات. وتضيف الصحيفة وفق ترجمة الموقع بوست: تفهم أمل هذه المحادثة المعقدة في مجال الكمبيوتر في الفضاء الإلكتروني بشكل استثنائي، على الرغم من أنها تبلغ من العمر 15 عاما فقط ولا تزال تتعلم التحدث باللغة الإنجليزية. وبحسب الكاتبة الأمريكية فإن أمل انتهت من صنع تطبيقها قبل أقرانها بأيام، وحصل التطبيق على درجة الكمال في صفها الاختياري في علوم الكمبيوتر في مدرسة أبراهام لينكولن الوسطى. التطبيق الذي أنشأته من خلال تطبيق ميت أب إنفنتور يعرض أسئلة وإجابات الرياضيات وإخبار الطلاب عما إذا كانوا قد أجابوا على معادلة رياضية بشكل صحيح أم لا. ميثاق حقوق الإنسان في عالم متغير، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا: ولد الاقتصاد المتعولم جملة من الأعباء في مجتمعات كثيرة وفي مختلف القارات، حيث أصبحت تمارس المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي تأثيراً كبيراً على المكاسب الحقوقية والاجتماعية، وبدأت تعلن توصيات عديدة بل والبرامج المتعلقة بالسياسات الاجتماعية وتحاول فرضها داخل أغلب المجتمعات. والإشارة هنا إلى حملاتها المتعلقة بتخفيض الإنفاق العام وتقليص عديد من مؤسسات الخدمات العامة وبرامجها كالصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي. لا يتعلق هذا الأمر بالدول المتخلفة وحدها، بل يشمل الدول الغنية أيضاً، وهو يحصل ليمنح الشركات والمؤسسات الإنتاجية المتعولمة سطوة كبيرة لنصبح أمام شبكة اقتصادية أخطبوطية لا علاقة لها بمشروع العدالة والمساواة ولا بالأخلاق والقوانين التي تستوعبها مفاهيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يواجه العالم اليوم شبكة من المؤسسات المالية والاقتصادية متعددة الجنسيات وعابرات للقارات، وقد سمحت الطفرة التكنولوجية بتحويلها إلى فضاء منسوج بمجموعة من الروابط التقنية، فضاء يزداد حضوراً واتساعاً في الوقت الذي تتقلص فيه علاقته بمنظومات حقوق الإنسان بحكم اشتغال مؤسساته بوساطة إجراءات ومساطر مرتبطة بنمط الشبكات الاقتصادية والمالية والبنيات المرتبطة بها. الأمر الذي يطرح جملة من القضايا الجديدة بشأن كيفية تفعيل المواثيق الحقوقية لمواجهة أشكال التنميط والتهجين التي أصبحت تفرضها هذه المؤسسات قصراً. فما العمل أمام الأعداد الهائلة من البشر الذين حرموا من حقوقهم وغامروا بالهجرة بحثاً عن عمل وحياة تمنحهم حداً أدنى من الكرامة؟ وما العمل أمام المهجرين من أوطانهم بفعل الاضطهاد والقمع والكوارث الطبيعية والصراعات السياسية والطائفية وعمليات الإبادة؟ صحيفة الاندبندنت نشرت موضوعا لمراسلة شؤون الشرق الأوسط بيل ترو تقول فيه إن الأطراف السياسية في اليمن تستعد للموافقة على شروط اتفاق لتبادل الأسرى خلال أيام، مضيفة أن بريطانيا أكدت أنها ستدعم الأمم المتحدة بمليونين ونصف مليون جنيه استرليني في مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وتؤكد ترو في تقرير ترجمته شبكة البي بي سي أن الخطوات الأولى لهذا الاتفاق جاءت خلال مؤتمر السلام الذي عقد في السويد الشهر الماضي كنوع من خطوات بناء الثقة بين أطراف الصراع في اليمن ولدعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وتوضح أن الأمم المتحدة ترجو أن يمهد تبادل الأسرى لإقرار وقف لإطلاق النار في ميناء الحديدة، بما يسمح لها باستئناف ضخ المساعدات الغذائية والطبية إلى اليمن بشكل مستمر.
نشرت الجارديان مقالا لباتريك وينتور محرر الشؤون الدبلوماسية تناول فيه أسباب تراجع الولايات المتحدة عن فكرة عقد مؤتمر دولي في بولندا لتشكيل تحالف دولي ضد طهران. ويقول وينتور إن المؤتمر الذي يفترض أن ينعقد على مدار يومين أصبح الآن يركز على البحث عن حلول للأزمات المشتعلة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليس الملف الإيراني فقط، مشيرا إلى أن هذا التغيير جاء بعد ضغوط قوية من الدول الأوروبية الحليفة لواشنطن. ويعتبر وينتور أن هذا التغيير ربما سيجعل مشاركة بريطانيا في المؤتمر أكثر احتمالية، خاصة وأنها تعد من أقرب الحلفاء لكل من واشنطن ووارسو، كما أنها تسعى لعلاقات اقتصادية أكبر مع إيران. ويضيف وينتور أن المؤتمر سينعقد يومي 12 و13 من الشهر المقبل، وأن واشنطن تسعى من خلاله لممارسة ضغوط على الشركات الأوروبية للالتزام بالحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية. ويحذر وينتور الولايات المتحدة من صعوبة موقفها بهذا الصدد، خاصة إعلان روسيا عدم حضور المؤتمر، وبذلك سيكون امتناع المزيد من الدول عن حضور المؤتمر أو المشاركة بتمثيل منخفض المستوى ضربة لواشنطن وتعبيرا عن عزلتها الدولية في مقابل إيران. قصة العلاقات الإيرانية الأمريكية قديمة وتخضع لعدة عوامل ومصالح، وقد تحدث عنها كارول جياكومو في مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، حيث قال: خلال الحرب العالمية الثانية كانت إيران طريق إمداد لإيصال المساعدات العينية الأمريكية إلى الاتحاد السوفيتي، وفي العام 1957 أعطى الرئيس دوايت إيزنهاور إيران التكنولوجيا اللازمة لإنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية، وتحت حكم الرئيس ريتشارد نيكسون أصبحت إيران حارس المصالح الأمريكية في الخليج الفارسي. لكن مشاعر الاستياء في إيران شرعت في التصاعد منذ العام 1953 عندما أطاحت الولايات المتحدة وبريطانيا برئيس وزراء إيراني منتخب ديمقراطيا في ذلك الحين، مما سمح للشاه بالعودة إلى السلطة. ومع ثورة العام 1979 أطاح الإيرانيون بالشاه إلى الأبد وأقاموا دولة دينية شيعية محافظة بشكل صارم. في تلك الآونة سممت أزمة الرهائن وجهات النظر الأمريكية تجاه إيران، وكذلك فعلت تصريحات إيران المعادية ورعايتها للجماعات المتشددة والهجمات الإرهابية، بما في ذلك تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية في عام 1996، والذي أسفر عن مقتل 19 من أفراد سلاح الجو الأمريكي. ثم في الآونة الأخيرة أضاف عداء إيران تجاه إسرائيل وهجماتها على القوات الأمريكية في العراق ودعمها لحزب الله في لبنان وحكومة الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن وبرنامجها الصاروخي المتنامي والشكوك في أنها قد تستخدم برنامجها النووي لإنتاج الأسلحة إلى المخاوف الأمريكية. ومن جهتها لدى إيران ما تشكو منه أيضاً، قيام الرئيس رونالد ريغان بدعم العراق على حساب إيران في الحرب الشرسة بين البلدين والإسقاط العرضي لطائرة مدنية إيرانية فوق الخليج العربي بواسطة طراد بحري أمريكي في العام 1988، والذي أسفر عن مقتل 190 شخصاً، بالإضافة إلى عقود من العقوبات الأمريكية التي هدفت إلى تغيير سلوك إيران. في الولايات المتحدة حيث زار عدد قليل من الناس إيران أو درسوها، تظهر استطلاعات الرأي أنه ليس هناك ما يمكن كسبه سياسياً من اتباع نهج أكثر تعاوناً معها. موقع شبكة البي بي سي قال إن الولايات المتحدة اعترفت بزعيم الجمعية الوطنية المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم القوة الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا. وجاء الاعتراف الأمريكي بعد دقائق من إعلان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في كاراكاس، وقوله إنه يتمتع بدعم من الجيش وسيدعو إلى انتخابات حرة. وطلبت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من المحكمة العليا بدء تحقيق جنائي بشأن أنشطة الجمعية الوطنية، وخرجت مسيرات كبيرة لتأييد حكومة مادورو والمطالبة ببقائه في السلطة. الرئيس الفنزويلي قرر طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد وأمهل جميع الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين في فنزويلا 72 ساعة للمغادرة نهائياً.
شركة توزع جبل نقود على موظفيها، عنوان لصحيفة البيان. فمع اقتراب العام الصيني الجديد تستعد معظم الشركات الصينية لتسليم مكافآت نهاية العام لموظفيها. إحدى هذه الشركات هي مصنع للصلب يقوم فيه المسؤولون بإعداد المكافآت بأسرع الطرق الممكنة. وفقا لموقع أوديتي سنترال، فإن مصنع الصلب بنى جبلا من الأوراق النقدية تزيد قيمتها على 300 مليون يوان، أي 44 مليون دولار، بهدف إظهار هذا المبلغ المدفوع للموظفين كمكافآت نهاية العام. وتم توزيع المال لاحقا بين عمال المصنع البالغ عددهم 5000 عامل، ليحصل كل عامل محظوظ على 60 ألف يوان كمكافأة نهاية العام، وهي مكافأة كبيرة. وذكر أحد الموظفين أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة صينية طريقة غير تقليدية لتوزيع مكافآت نهاية العام، ففي العام الماضي طلبت الشركة من موظفيها انتزاع أكبر قدر ممكن من النقود في فترة زمنية محدودة، وهي عملية مستوحاة من عروض الألعاب. صور منوعة من مختلف أنحاء العالم نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.